ندرج هذا اللقاء في إطار تسليط الضوء على مختلف مناشر ودوريات رئاسة النيابة العامة والتي حاولت توضيح كثير من الأمور التي كانت عالقة أو تفهم بشكل غامض. ولذلك فإننا اليوم نحاول مع فريق من خبراء من أكاديميين ممارسين محاولة التطرق إلى هذه المناشر والدوريات والتي جسدت بحق ما يمكن أن نسميه الفقه الإداري لرئاسة النيابة العامة التي تدخلت عبر مناشر ودوريات في مجموعة من القضايا التي كانت مقلقة بالنسبة للمهتمين وبالنسبة للحقوقيين والرأي العام على مستوى شمولي. احتضنت مدينة أكادير اليوم في رحاب مركب الاصطياف بمدينة أكادير ندوة علمية حول مرور سنة للنيابة العامة والتي جاءت معنونة سؤال المرجعية لرئاسة النيابة العامة بعد مرور سنة من استقلالها قراءات متعددة. هذه الندوة التي تلامس الأبعاد الحقوقية والأبعاد التنزيلية لاستقلال النيابة العامة من خلال مجموعة من المداخلات التي تناولت فيها بالدراسة منشور النيابة العامة في قضايا المساطر المرجعية الذي اعتبرت بكون أن المنشور النيابة العامة يدخل في باب الاجتهاد النيابي لقضاء النيابة العامة وأنه بالفعل أعاد التوازن بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية كلما ارتبط بقضية للمخدرات بالشكل الذي يجعل أن القاعدة الإجرائية هي في خدمة القاعدة الموضوعية لا العكس، تعزيزا لما يسمى بمفهوم الأمن الإجرائي على اعتبار أن شرعية الإجراءات هي من شرعية المتابعة، وبالتالي أن حتى هذا المنشور ساهم بطبيعة الحال إلى عقلنة عمل النيابة العامة انتصارا كذلك حتى لمبدأ المساواة الجميع أمام القضاء ومكافحة الجريمة بالشكل الذي لا يضر حقوق الأطراف الخصومة الزجرية. وشكرا. بحضور هذه الندوة العلمية، وأولا وثانيا أشكركم على حضوركم لتغطية هذا الندوة العلمية المعروفة التي عبرت على مستوى رفيع جدا لمناقشة مستجدات رئاسة النيابة العامة ودورها في العمل القانوني والعمل القضائي إلى غير ذلك. وحضورنا يؤكد على أن المنتدى المغربي في المرافعة حاضر دائما بجوار الطلبة وإعدادهم إن شاء الله لتكون مسابقة في نسختها الثالثة بمدينة أكادير إن شاء الله مستقبلا لإعداد الطالب الجامعي للترافع والدفاع وتحقيق ما نسميه بالمحاكمة العادلة.
استدعيت اليوم لحضور هذه الندوة، ندوة تتعلق بدور النيابة العامة بصراحة في العصر أو في هذا الوقت بالضبط، الانتقال من العالم السياسي إلى العالم القضائي. كيف هذه النيابة العامة، دورها النيابة العامة الآن، سلطة النيابة العامة، الحماية القانونية للنيابة العامة، القوة لرجال النيابة العامة. إذن هذا عصر جديد، عصر حرية جديدة، عصر حماية للإنسان، حماية قضائية بانتقال الحكم القيمي الذي كان عند وزارة العدل إلى مباشرة إلى الوكيل العام للملك. والآن بدأنا نرى شيء جديد في هذه الندوة، ظهرت أشياء جديدة، ظهرت أشياء تبين بأن النيابة العامة، قوة النيابة العامة، أنها الآن اخترقت المناطق التي كانت محرمة، اخترقت الآن جميع الميادين بدون استثناء، وبقوة أقول مرة أخرى، بقوة وبشجاعة وبحنكة قضائية، تطبيق النصوص، حرفية النصوص. ليس هناك سلطة الآن في المغرب أقوى من سلطة النيابة العامة. السؤال كان مطروح، هل يمكن للنيابة العامة أو أن تساءل أمام البرلمان؟ ولكن على ما توصلنا إليه بأنه لا يمكن. لماذا؟ لأن النيابة العامة من المجتمع والبرلمان من المجتمع، إذن كيف تسأل أمام المجتمع؟ بل قناعة القاضي دائما اللي هي بسيطة جدا في القناعة العامة التي تحكم المنظومة القضائية. والآن أقولها بصدق بأننا نسير الآن، نسير لا نحكم، لأن المدة قصيرة جدا، ولكن ما نشعر به هو أننا نسير نحو الطريق المستقيم، والطريق المستقيم دائما يحتاج إلى وقت. ونحن نرى الآن مجموعة ديال الوسائل استعملتها النيابة العامة من أجل محاربة الرشوة، محاربة المخدرات، محاربة اللوبي الاقتصادي. إذن اخترقت ميادين لم تكن تخترق ولن تخترق لولا هذه الاستقلالية. هذه خلاصة ديال هذه الندوة. طبعا الوقت لا يسعنا أن نتكلم على الجميع، ولكن هذه الخلاصة ديال هذه الندوة التي أعتبرها كما يقول الزملاء امتداد لندوات أخرى في نفس النسق. وبالتالي سنستمع غدا أو بعد غد إلى أفكار أخرى عندما يستقر الوضع وتمر مرة سنتين أو ثلاث، تتضح الرؤية ويتضح الحكم. هل نحكم على أن النيابة العامة أخذت وأن المغرب شق الطريق، أم أننا ما زلنا نتردد؟ كما قلت الندوات المستقبلية والأحكام المستقبلية هي التي تحدد لنا الإطار، ولكن على الأقل نحن كباحثون أننا مطمئنون الآن، مطمئنون على هذا الوضع، ومطمئنون على أننا نسير في الطريق السوي. وأكثر من ذلك أن حتى الشباب، القضاة الآن شباب، كل شيء، حملة الدكتوراه، الماستر، إلى غير ذلك. إذن وبالتالي المغرب يتغير من ناحية قضائية، وهذه هي الخلاصة العامة لهذا العمل اللي قمنا به اليوم. وشكرا لكم.